15 مشارك في ميدان التحكيم يتنافسون على 5 مراكز. الجميع كما نذكر إن شاء الله فائزين بمشاركاتهم في ميدان مهرجان الملك عبد العزيز. أبو محمد، حنا على وشك بعد لحظات إن شاء الله وصول النتائج. هل أنت رشحت لنا اسم واحد فقط راح يكون من ضمن ال5 المراكز؟ هل عندك إضافة أسماء جديدة أبو محمد؟ والله يا سيد أنا ما عندي أسماء، أنا والله ما عرفت يعني الحلال بعضهم بعض. أنا كنت واقف برا ولا أحلي المفروضة اللي أنا ذكرت بكرة اللي ذكرت أنا، لكن الحلال خلاص أنت هذا نقدر نسمي جفت الأقلام وراء بعد الصعب نقدر نسمي تحفظ أبو محمد؟ مو بتحفظ والله، مو بتحفظ، لكن والله ما أعرف أنا من هي صراحة. أبو سلطان، أنا أبغى ترشيحك على ميدان التحكيم الشبوك، طبعا بتكون هي فصل وقرارها عند لجنة التحكيم، لكن توقع أبو سلطان اللي راح ينتزع المركز الأول من خلال العرض في الميدان. والله أنا ما أعتقد أقول لك المركز الأول لأني ما تأكدت من يعني 100%، لكن أعتقد الثلاث ذولا اللي أنا ذكرت لك من ضمن الخمسة.